ضيف فريد على قناة أنفاس بريس هو الأستاذ عطيف حراري، رئيس شباك المستهلك بسيد البرنوسي. مرحبا بك على أنفاس بريس. بارك الله فيك أستاذ، وجزيل الشكر بالنسبة لجريدة أنفاس بريس على التغطية ديالها بالنسبة للمواضيع اللي كتشكل القرب بالنسبة للمواطن المغربي. مرحبا بك. بارك الله فيك. قولي يا أستاذي، يعني كنشوفوا خلال هذه الأيام ارتفاع خيالي ديال الدجاج، أنتم كجمعية واش خرجتوا للميدان وشفتوا هاد الاسباب ديال الارتفاع، وماشي غير في الدجاج، في المواد الغذائيه كامله. بالنسبه للارتفاع الصاروخي، والارتفاع ملي كنسموا الارتفاع الصاروخي بالنسبه للدواجين، فهي بالنسبه للمواطن المغربي ولات مساله عاديه، لان هاد الارتفاع الاسعار فهو متداول بالنسبه للمغاربه، بالنسبه للمنتوجات، بالنسبه للمواد المحليه، فلو كيتم عليهم واحد الارتفاع اللي بشكل خيالي. على العموم بالنسبه لارتفاع الدواج، رجعوا لموضوعنا اللي نسبه ارتفاع الدواجين، هو كيف كيعتقد المواطن المغربي بصفه عامه بان كاين واحد العديد ديال العوامل اللي خلات السبب هذا باش يرتفع الدواجين، بما يخص اهم حاجه بما يخص العامل ديال الارتفاع الارتفاع الحراره المفرطه اللي اثرت بشكل كبير على الدواجين، وكاين واحد العامل اخر بالنسبة للإقبال الكبير ديال المطاعم وديال الفنادق مثلا اللي ولا باستهلاك كثير ديال الدواجين، وواحد المسألة أخرى اللي بالنسبة لارتفاع ديال اللحوم، ارتفاع ديال اللحوم الحمراء التجأ للمستهلك، التجأ للدواجين كبديل. هذا الاعتقاد ديال المواطن المغربي بالنسبة لنا حنا، وبالنسبة لي أنا كرأي بأننا تواصلنا كما قلتي خرجنا خرجات مع الإخوان، وشنا الضيعات اللي محيطة بنا لتربية الدواجين. والغريب في الأمر بأن كاينة معلومات اللي ما خرجتش لأرض الواقع، كيعطوكم معلومات مغلوطة من الأرض. ملي تواصلنا مع الضيعات، لأن الأكثر ديال الضيعات مغلوقة حابسين سادين من قبل ما يرتفع الدواجين. وهنا ملي تواصلنا مع المهنيين قيل بان كاين واحد المشكل كبير، وهو انه ديال الاحتكار. حنا دابا شوف الراي ديالنا كيفاش كنشوفو، كيفاش الاقتراحات ديالنا، وكيفاش التوجيهات ديالنا مع المهنيين. ومن هنا المنبر هذا، فالمهنيين ان شاء الله غيخرجوا بالتصاريح ديالهم لانهم ذوي الاختصاص والمجال ديالهم. هذا المساله هذه كتظهر بان كاين واحد الاحتكار اللي دار العلف، الغلاء ديال العلف، وكاينين شركات اللي كتصنع هذه العلف هذه ومحتكره على السوق. هذا شكل واضح، يعني هذا هو السبب الارتفاع ديال الدجاج. هذا راينا. ومن هذا من الجانب هذا، فهنا خاص تدخل نورمالمون. كاين واحد المساله اخرى باش ما ننساهاش، هنا كاين واحد خرق القانون ديال حريه الاسعار. حنا كنشوفوا بشكل كبير بان كنعرفوا وكنسمعوا بان الثمن موحد بالنسبه للدواجين، والثمن موحد اذا كاين واحد حريه الاسعار، هنا كاين واحد الخرق، كاين واحد الخرق. هنا خاص تخرج من المنافسة باش تحاول تدخل هنا ودير واحد التحقيق، لأن كاين واحد الاتفاق ما بين هاد المنتجين على الصعيد الوطني. وانتم كديروا الريكلاماسيون ديالكم من طبيعة الحال، ومسألة أخرى بأن كاين التوقعات. حنا ما كنشوفوا بأن كاين بعض المشاكل كنبنيو على الأسباب، وكاين التوقعات. حنا التوقعات ديال الدواجين حنا عرفناها من قبل، كما توقعنا البيض، البيض هو حاليا وغينزيد ثاني، البيض غيزيد ثاني يرتفع، كون على يقين بانه غيزيد يرتفع، لان كاين تصدير ثاني مؤخرا، كاين واحد التصدير اللي غيتم المغرب التصدير مع البيض مع دول اخرى. وقول لي استاذ، واش خرجوا المناطق الساحليه للناس انهم كيشكيو بان يعني المطاعم المقاهي اللي في جنب ديال البحر، وكتعرف دابا مع الصيف والجاليه المغربيه داخله، يعني كاين واحد ارتفاع خيالي. واش قهوه كتاخذها ب 55 درهم؟ انا كنشاء استاذ، هذه المساله هذه فمهمه. هذه المساله انا كنت بغي نوضحها للاخوان ديالنا في التواصل الاجتماعي، ولكن مزيانه، مساله مهمه بالنسبه للاسعار. بالنسبه للمستهلك راه كاين واحد الناس اللي يخدموا في ظل حريه الاسعار، راه عنده الحق يبيع لك بالثمن باش ما بغى. اذا المستهلك يلزم يعرف راسو فين يمشي، وفين لان الاماكن مختلفه، وكيقول لك بان كاين الجوده، كاين المسائل، كاين الاندرو، كاين المسائل. الانسان خصو يعرف
في نبرك. وهنا راه ماشي تجديد المراقبه، لان المراقبه واخا المراقبه غادي تحاول دير مراقبه في مسائل اخرى. اما بالنسبه للثمن فالسيف يكون يدير واحد الاشعار ديالو فهو ما خارج القانون. هنا اذا الناس كيخدموا في الظل القانون ديال حريه الاسعار. يعني واخا ياخذ قهوه ب 55 درهم كان عليه يمشي يشربها في حي شعبي وما يشربهاش في منطقه الساحليه. هنا هنا المستهلك خصو يعرف فين يبرك ويحاول يكومباري ويقارن ما بين الاثمنه والمسائل، فهو من حقه يختار ويختار لقد تجيبه. مساله طبيعيه لان المساله مساويات راك الطبقات وكتختلف. شوف ديال الناس الارباب المقاهي كيفاش كيفكروا ملي كيشوف بان كاين اقبال. حنا دابا كنتكلموا على الاسعار مرتفعه وكاين اقبال، تمشي لاي محل وشي حاجه كتلقى واحد الاقبال كتلقاه عامر. والناس هادو الارباب المطاعم كيحاول يزيد الثمن باش يحاول ثاني يفيلتري لا كلونتيل ديالو يبقى يعني الطبقه ديالو. يعني الناس كتشكي وكتبكي وكتشري وكاينه حاضره. هذا هو المشكل، لان حريه الاسعار كاين بان الارباب كيخدموا تحت واحد الظل ديال حريه الاسعار والمنافسه. شنو الدور ديال الجمعيه ديالكم من هذا الشيء كامل؟ يعني الناس كيقول لكم بان الناس اللي كيقولوا بان جمعيه ديال حقوق المستهلك ما كديرش خدمتها ما كتراقبش، شنو انت ترد عليه؟ لا بصراحه خصنا نوضحوا هذه المساله هذه. حنا كاين واحد الليميت، كاين واحد السيركوي فين كيخدم اي مصلحه. حنا كحمايه المستهلك فحنا كنعتمدوا على التحسيس والتعطير والتوجيه ولي ريكلاماسيون. وحنا دابا سند بالنسبه للمستهلك، تشاور معنا هذا كاين اي مشكل ريكلاماسيون حنا بجنبو نحسب الوثائق المسائل وكنرجزو وكنوقفو معاه. اما بالنسبه للمراقبه فالمراقبه كاينه واحد الهيئه اللي مختصه، مثلا كاينه الشرطه الاداريه، كاينه المصلحه الاقتصاديه، ما يمكنش غادي تطعن في واحد المصلحه. ولكن رغم هذاك الشيء فحنا كنكتبوا وكنشوفوا وكنعينوا وكنديروا التقارير ديالنا وكنصيفطوا للجهه المعنيه ديالنا. كنصيفطوا الجهه المعنيه يعني كتنسقوا كنلصقوا بعضياتنا. وما تنساش بان المغرب حنا جمعيات في مدن المغرب من الشمال الى الجنوب، كنلصقوا مع الجمعيات ديالنا هذه في كلا الحالتين. الا كان شي مشكل في ذاك القطاع والمسائل كنتواصلوا بعضياتنا. وفي نفس الوقت ملي كيكون شي حاجه ملي كنحاولوا ملي كتكون واحد التوقعات بالنسبه لزياده الاسعار وشي حاجه كنحاولوا نديروا حنا واحد الجهد ديالنا والمسائل وكنراسلوا الجهه المعنيه. شنو الرساله بغيت توجه لدوك الناس اللي كيقول لك جمعيات حقوق المستهلك ما خداماش ما كديرش خدمتها؟ هي بالنسبه للخدمه ديال اي جمعيه ولا اي جهاز فهو الارشيف ديالها ونسبه الشكايات والنسبه هذوك هو الدليل ديالها اللي كتوضح بانها واش موجوده ولا موجوداش. حنا الحمد لله كنطعنوا وكنتكلموا كالناس اللي في البرلمان المسائل، كاين الناس اللي كتكلف هاد المسائل. اما بالنسبه للمستهلك اللي كنبغي نوضح انا هو المستهلك خصو يكون قريب لينا وقريب ليه، لان الجمعيه شنو الدور ديالها؟ هي داك سياسه القرب مع المواطن. كنقول للمستهلك ما تخسرتي والو خويا، ما خسرتي والو، اي مشكل تواصل كتب. وحنا لنا العديد ديال الشكايات وما اعظمها والحمد لله كاين شكر وكاين اقبال، ولكن بغينا تدعم بالنسبه للفائده بالنسبه للساكنه. ان شاء الله نتمنوا هذه الرساله ديالك توصل وشرفتيني على انفاس بريس. بالعكس مرحبا بكم، وحنا كنزيد نشكر لجريده انفاس بريس على كما قلنا من قبل بان التغطيه ديالها في المواضيع الاجتماعيه الهادفه. السلام عليكم ورحمه الله.